الضاحية الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضاحية. من أمام الضاحية الأبية تفاوض غير المباشر والتبادل. لليوم الثاني على التوالي عادت الغازية لتكون هدفاً للطائرات الإسرائيلية، وخلال تشييع ضحايا الغارة الأولى وقعت الغارة الثانية. ثمانية آب عم يشيع الشهداء، استهدفوا الجنازة، يعني استهدفوا الشهداء كمان. نحن رايحين نشيعهم على الجبانة، صار يزتوا قذائف. يمكن اللي بقيوا شي 10 أشخاص هول اللي بقيوا، وتصوري أنت عم تشيع عيلة بأكملة وبقيوا شي 10 أشخاص اللي حاملين، عن جد منظر مرعب. بقي من العيلة كله أحمد ومرته، هول اللي بقيوا بالعيلة. قدمت الغازية أكثر من 30 شهيد بحرب طموس. منح الغارات التصاعدي حافظ على وتيرته وعلى توسع رقعته، فحطت الصواريخ الإسرائيلية في أكثر من منطقة. مثل ما هلكت هالشعب وشردت هالعالم، الله يشرد شعبه. شو بعد بده واحد يحكي؟ كلها طفيلة عمره. في هذه الأثناء كان وفد الجامعة العربية يحط رحاله في نيويورك، مستعداً لخوض معركة دبلوماسية حاسمة في مجلس الأمن. وإنه لا يحزننا أشد الحزن أن هذا المجلس يقف مكتوف الأيدي عاجزاً عن وقف حمام الدم الذي يتذوق مرارته يومياً الشعب اللبناني. ومن هذا المنطلق فإننا ننبه مجلسنا الموقر من تداعيات اتخاذ قرارات غير قابلة للتنفيذ تعقد الوضع على الأرض وتكون لها انعكاسات خطيرة بالنسبة للبنان والدول العربية ودول المنطقة بأسرها. لبنان بدوره بدأ يظهر مزيدا من الليونة في مواقف مسؤوليه، الذين أعلنوا لوزير الخارجية الألماني الذي زار بيروت أن نشر الجيش اللبناني في الجنوب هو حق للدولة وواجب عليها. Natürlich haben wir über die gegenwärtige Situation, die Lage im Libanon gesprochen. Ich habe das Mitgefühl der deutschen Regierung zum Ausdruck gebracht für die Lage insbesondere. ولأن لبنان بكل مناطقه كان قد أصبح رقعة نار كبيرة، لم تكن المخيمات الفلسطينية استثناء، فاختتم الثامن من آب بعدد من الغارات على مخيم عين الحلوة. صارت أول غارة، تصاوب شب في الروضة هون، وهي الضربة الأولى. بعد شوي يلا شباب بلعنا طلعنا نجيب الناس. ماشي، كم هلا كم شهيد صار في إصابة واحدة وهذا الشهيد اسمه سعيد. في ناس كانت هون بالبيت هيدا، قدرنا الحمد لله قدرنا نخلصهم، وهد كسرنا الباب وطلعناهم. بس في شهيد؟ في شهيد وشريح بس رحمة الله عليه، وفي إصابة واحدة الحمد لله إصابته خفيفة.